على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، منواصل سلسلة محاضرات مادة أساليب البحث العلمي. حكينا المرة الماضية عن موضوع الليتريتشر ريفيو، وحكينا أنه موضوع الليتريتشر ريفيو أهم موضوع فيه هو موضوع كيف أنه نحصل على المصادر اللي ممكن نراجع ونتعرف فيها على الدراسات السابقة والأبحاث. اليوم إن شاء الله حنتطرق لجزئية مفيدة جدا ومهمة في موضوع الدراسات السابقة، وهي الجوجل سكولر، محرك بحث جوجل سكولر. زي ما هو معروف إنه صفحة الإنترنت أو صفحات الإنترنت يوميا بتضاف ملايين الصفحات، وأي شخص بيقدر إنه يضيف أي معلومة بغض النظر عن درجة موثوقيتها، درجة الدقة فيها. وبالتالي من خلال الجوجل العادي اللي كلنا نعرف نتعامل معاه، المحرك البحث الطبيعي، إذا بحثنا عن أي كلمة مفتاحية، أي كيورد، راح يجيب لنا كل الصفحات اللي ذكرت هذه الكلمة أو هذا المصطلح أو هذا الموضوع. الآن على أساس أنهم يطوروا من عملية البحث ويعملوا عملية تصفية وعملية تنقية للمحتوى الموجود بحيث يقتصر البحث على المحتوى العلمي، أنشأوا جوجل سكولر. جوجل سكولر هو محرك بحث تابع لشركة جوجل، وظيفته الأساسية أنه يطلع لنا كباحثين المواد اللي إلها علاقة بالجانب الأكاديمي، المصادر الأكاديمية والمواضيع العلمية. طبعاً لو سألنا إيش الجوجل سكولر بيفرق عن الجوجل العادي اللي كلنا بنتعامل معه، جوجل سكولر ميزته الأساسية إنه بيمكن الباحث إنه يتعرف على المواضيع اللي هو بيطلبها حسب الكلمات المفتاحية اللي هو بيكتبها على الجوجل، ولكن بيبحث في مصادر أكاديمية، بيبحث في أوراق علمية، في كتب، في تقارير علمية موثوقة، وبالتالي بيكون درجة مصداقية ودقة هذه المعلومات أعلى. من وين بيجيب الجوجل سكولر هاي المعلومات؟ بيجيبها من قواعد البيانات الخاصة بالناشرين، قواعد البيانات الخاصة بالجامعات، والمواقع العلمية، المواقع الإلكترونية التي لها علاقة بالجانب العلمي والأكاديمي. لما نبحث عن أي كلمة في الجوجل سكولر، الجوجل سكولر بناء على ألغوريثمز عنده برتب النتائج حسب الكلمات المفتاحية اللي إحنا بنحددها، يعني بصفة أساسية حسب درجة القرب من هذه الكلمة، وحسب قديش الموضوع أو عنوان الموضوع قريب من الكلمات المفتاحية اللي بنحكي فيه. طبعاً الجوجل سكولر لا يحتوي على كل شيء وما بيحلش إلنا كل المشاكل، بمعنى إنه في بعض المصادر ممكن ما نلاقيهاش في الجوجل سكولر. النقطة الثانية إنه ممكن بعض المصادر أو العناوين أو التقارير أو الأبحاث تكون موجودة على الجوجل سكولر يطلع لنا إياها كعنوان، لكن ما نقدر نحصل على الدوكيومنت بالكامل، الفول تكست لهذا الموضوع، لأنه بيكون في قيود على نشره، وبتكون إمكانية الوصول إليه الفول تكست مقيدة، لأنه ممكن يكون وفقاً لحقوق ملكية أو لناشرين معينين بيضعوا قيود على هذه النصوص، بحيث أنه اللي بده ياخذ هذا البحث أو الموضوع لازم يدفع شيء. لكن إجمالاً الجوجل سكولر هو محرك بحث كبداية ممتاز، بيعرفنا على الأقل على العناوين وملخصات الأبحاث والأوراق العلمية والمواضيع التي كتبت في الجانب اللي احنا بنبحث عنه، ولكنه ما بنقدر نقول عنه إنه هو يكفي للحصول على كل المعلومات خاصة في الأبحاث العلمية في الماجستير والدكتوراه. طبعاً عشان نبحث بمستوى أعلى ونحصل كل البيانات والمعلومات والليتريتشر اللي بيلزمنا، في بكل تأكيد قواعد بيانات محددة، وبتكون الجامعات والمؤسسات العلمية بتعمل اشتراكات فيها بمبالغ مالية يعني معتبرة، بحيث انه يمكن الحصول على كل البيانات الموجودة فيها. طبعا مثل الجوجل العادي
اللي بنتعامل معه كلنا قديش احنا بنكون دقيقين في عمليه البحث وفي كتابه الكلمات المفتاحيه بيعطينا نتائج اكثر دقه. الان في يعني كم من توصيه او نصيحه لكيفيه التعامل مع جوجل سكولر. الجوجل سكولر في اوبشن اللي هو الادفانسد سيرش اوبشن، بيعمل عمليه تقييد للبحث اللي احنا بدنا اياه بحيث انه يقلل من عدد النتائج اللي بتطلع عنا، وتكون هذه النتائج اكثر قربا وبتكون يعني ريليفنت عاليه جدا بينها وبين الكلمات المفتاحيه اللي احنا بنحكي عنها. من الاشياء برضو اللي ممكن تساعد في هذا الموضوع انه نضع الكلمه المفتاحيه ونطلب انها تتواجد في عنوان هذه الورقه العلميه او عنوان هذا التقرير او عنوان هذا البحث، وبالتالي اذا وجدت هذه الكلمه المفتاحيه في العنوان بيعرض هذا العنوان. ايضا ممكن اذا بدنا يعني نطلب كلمه مكونه او يعني جمله او فريز معين مكون من اكثر من كلمه، نضعهم بين قوسين بحيث انه يبحث عن الكلمتين مع بعض. لو وضعنا مثلا كلمه climate change كتبناهم على جوجل العادي، اذا ذكرت كلمه climate حيجيبها وكلمه change حيجيبها، لكن لو وضعنا climate change اللي هو التغير المناخي الكلمتين مع بعض اذا وجدهم بيعرض النتيجه. ممكن نعمل اكثر، مثلا نحكي social impacts of facebook، التاثيرات الاجتماعيه للفيسبوك، اذا بنحكي عن هذا الموضوع ممكن نضع الكلمتين هذولا او هذه الجمله بين قوسين. ايضا ممكن نطلب منه انه يجيب لي فريز معين او كلمه مفتاحيه او كلمه ثانيه، يعني مثلا ممكن نحكي climate change او global warming. لو وجد climate change او global warming بيجيب هذه النتائج. ممكن نطلب منه انه يجيب لي يبحث عن keywords معينة ولكن يستثني كلمات محددة، بحيث انه اذا الكيوردز هذه اللي انا بطلبها تواجدت في تكست موجود فيه الكلمة اللي انا بديش اياها ما يعرضها. لو انا مثلا بدي احكي عن climate change نفسه ولكن ما بدي احكي عن تأثيره على المحيطات، بحط ناقص المحيطات. طبعا الان حنيجي على يعني تفصيل عملي ومباشر لكيف بنتعامل مع مثل هذه الاوبشنز. طبعا بكل تاكيد الجوجل سكولر ليس فقط محرك بحث بيجيب لي النتائج وخلص، في كثير من الاوبشنز اللي حنشوفها الان ان شاء الله بنقدر ناخذ منه بعض المصادر ونضعها في مكتبه خاصه لنا الكترونيه بتكون موجوده بحيث نرجع لها في اي وقت. ايضا ممكن يعطيني كثير معلومات عن كل بحث او كل موضوع هو جابه، مثلا بيعطيني قديش تم اقتباس منه، قديش تاريخه، ممكن انه يجيب لي كم وين موجود وكم مره يعني نشر في اكثر من مكان. وبالتالي في عدد من الاوبشن اللي ممكن نستفيد منها. ممكن ايضا بعض الباحثين بكون معني انه كل بحث ينشر على جوجل سكولر في مجال معين انه يصلوا على ايميله رساله اشعار انه في نشر بحث في هذا الموضوع، فممكن باستخدام الجوجل سكولر يدخل الكيوردز اللي هو بده اياها ويطلب منه انه يبعث له تنويه او اشعار انه في نشر بحث في هذا الموضوع. طبعا عشان نستفيد من كل هذه الاوبشنز لازم يكون في لنا حساب على جوجل ومنه نستطيع انه يعني نستفيد من هذه الاوبشن. الان خلينا نروح وباختصار على الجوجل سكولر على الشبكة ونتعامل مع بعض هذه الخيارات كنقطة بداية ينطلق منها الباحثين للإبحار في هذا العالم. حنكون مع بعض الآن في جولة سريعة في محرك بحث جوجل سكولر المختص في الأبحاث العلمية والدوكيومنت الأكاديمية. من وين بنخش عليه؟ من موقع جوجل العادي، بنحكي جوجل سكولر، بيفتح جوجل سكولر، نضغط عليه، بنفتح لنا صفحة مشابهة إلى حد كبير مع صفحة الجوجل العادي لكن اسمها الباحث العلمي، لأنه الإعدادات بالعربي مكتوب الباحث العلمي، لما تكون الإعدادات باللغة الإنجليزية بيكون جوجل سكولر.
خلينا نجرب الآن. لو افترضنا إنه بدنا نحكي عن كلمة الجراوند ووتر، بدنا نبحث عن دوكيومنت جراوند ووتر في البحث العادي، بنجد إنه أمامنا زي ما هو موجود هنا أكثر من 2.5 مليون نتيجة في دوكيومنتس ذكرت فيها الجراوند ووتر. عشان نعمل عملية يعني تصفية أكثر للنتائج بدنا نعمل عملية بحث متقدم. نيجي هنا على يمين الشاشة وبنحكي بحث متقدم أو ذكاة الإعدادات باللغة الإنجليزية Advanced Search. في البحث المتقدم أنا بدي أبحث عن الجراوند ووتر وكلمة غزة، يعني الجراوند ووتر في غزة. أي بحث منشور في جراوند ووتر وغزة، نعمل إنتر، صار عندي 9270 بحث. إذا أنا قيدت البحث في كلمتين جراوند ووتر وغزة، تمام. طيب بدنا نعمل عملية تقييد أكثر للبحث عشان نحصل على نتائج أكثر دقة. أنا بدي يطلع كلمة جراوند ووتر وغزة لكن مش في أي مكان في الدوكيومنت، بدي إياها فقط في عنوان المقالة. بنيجي عن مكان ظهور الكلمة وبنحكي في عنوان المقالة، نعمل بحث. النتائج صارت 160 نتيجة. 160 نتيجة هي عبارة عن الدوكيومنتس الموجودة أمامنا اللي فيها كلمة جراوند ووتر وكلمة غازا وردت في عنوان المقالة أو البحث أو الكتاب. طب بدي أعمل، بدي أبحث عن الدوكيومنت الحديثة مش بحث عام، فقط هذه الشروط غازا وجراوند ووتر وفي عنوان المقالة، وبدي إياه يكون من سنة مثلا 2010 حتى 2019. أيضا العدد قل، صار 69 دوكيومنت. هذه عبارة عن المقالات أو الأكاديميك دوكيومنتس اللي فيها جراوند ووتر وغازا، موجود الكلمتين هذولا في العنوان وتم نشرهم في خلال العشر سنوات الماضية. طيب خلينا نرجع تاني ونعمل نشوف باقي الأوبشنز بتاعت البحث المتقدم. ممكن أضيف أنا هنا تحتوي على العبارة كاملة، أنا بدي أحكي عن مثلا ground water modeling، بدور على الكلمتين مع بعض، في حين أنه تتضمن كل الكلمات ground water وغازة مش شرط يكونوا الكلمتين وراء بعض. الآن لو أنا بدي مثلا أعمل بحث عن غازة أو فلسطين، تمام، يعني بدي أي من الكلمتين هدول يبينوا، اتغير صار عندي في العنوان جراوند ووتر وغازة وفلسطين، أو أي كلمة من الكلمتين غازة أو فلسطين، لأنه أنا طلبت منه تحتوي على أي واحدة من هذه الكلمات على الأقل. الآن ممكن أستثني بعض الكلمات، أنا بديش يطلع لي بالعنوان كلمة مثلا موديلينج، أنا بدي أحكي على جراوند ووتر وغازة وفلسطين بس ما يكونش في العنوان كلمة موديلينج. إذا لاحظنا أنه العدد هنا كان 103، لما استثنينا كلمة موديلينج صار العدد عندي 95، إذا كل كلمة موديلينج تم استثناءها. وهكذا بنعمل عملية تقييد للبحث بحيث نحصل على النتائج أكثر دقة وأكثر قربا من الإشي اللي إحنا بدنا إياه. أيضا ممكن نضيف لباحث معين، أنا بدي باحث مثلا الأغا جاب فقط 6 نتائج فيها جراوند ووتر وغازة ومؤلفها أغا. طبعا إذا بتلاحظوا كلمة مودلينج هنا موجودة، ليش؟ لأنه إحنا عملناها في البحث المتقدم دبل أل. الآن لو لغينا أل السبيلينج تبعها العدد بصير 5، لأنه اللي كان فيها مودلينج الوحدة ما بينت، تمام؟ إذن هذا يعني باختصار شوية عن الأبحاث وطريقة البحث المتقدم في الجوجل سكولر. طيب إيش في أوبشنز تانية ممكن إنه نستفيد منها في عملية البحث؟
خلينا نشوف النتائج اللي طلعت عنا ونشوف حوالين نتيجة البحث في بعض الايكونز وبعض الامور بدنا نعرف شو معناها. اولا في بعض اقبال بعض النتائج موجود حاجة اسمها بي دي اف، وامام بعض النتائج مش موجود اشي. اذا كان موجود بي دي اف وضغطنا على هذه الدوكيومنت بنفتح صفحة بكون متوفر عندنا الدوكيومنت كامل فول تكست بي دي اف، او مباشرة بفتح التكست، وهذا مثلا بكون من موقع جامعة متاح للباحثين انهم يطلعوا عليه. وفعلا يعني المجلة العلمية مجلة الجامعة الإسلامية متاح الى هذا الموضوع، في حين انه البحث الثاني مش مكتوب قباله بي دي اف. لو ضغطنا على البحث او عنوانه بيفتح عندنا صفحة، افتراضا انه بحث اخر فش فيه، بيفتح لنا الصفحة اللي موجود فيها البحث ولكن غير متاح هذا البحث كنسخة بي دي اف او للاطلاع عليه. طيب خلينا نرجع لأي دوكيومنت آخر مش موجود أمامه بي دي اف. تمام، بفتح لنا صفحة السبرينجر نفسه اللي موجود فيه العنوان الموجود فيه المجلة اللي هي مثلا هذا البحث موجود Environmental Geochemistry and Health، موجود فقط الأبستراكت، موجود الكيوردز اللي فيه والمراجع. البحث ككل غير متاح ل ان نحصل عليه مباشره من الموقع. ممكن اذا كان لنا في المكان اللي احنا متواجدين فيه اكسس او اشتراك في هذه المواقع قواعد البيانات ممكن نحصل على هذا البحث. طيب الان ايش في خيارات اخرى ممكن انه يعني نتعامل معها ونستفيد منها في هذا الموضوع؟ خلينا مثلا نحكي عن الخيارات الاخرى. في ايكون تحت زي نجمة مكتوب قبالها حفظ او سيف، لو ضغطنا عليها بيحفظ هذا المقال في صفحة مكتبة خاصة بالحساب اللي داخل على الجوجل. يعني مثلا لو انا داخل من حسابي على الجوجل سكولر وعمل تسجيل دخول من هنا، في حاجة اسمها مكتبتي. مكتبتي انا بقدر من خلالها اني اي مقالة حابب اخزنها في هذا المكان لا للاطلاع عليها لاحقا ممكن اخزنها للاطلاع عليها لاحقا. الان كيف بخزن اي مقالة؟ عن طريق سيف من هنا مباشرة، بتتخزن العنوان والابستراكت اذا كان فقط المتاح الابستراكت، او البيبر كاملة اللينك او الرابط بيخزن في مكتبتي. الايقونة اللي جنبها اللي هي السايتيشن او اقتباس، بنضغط عليها بيطلع لنا ايش هي الصيغة اللي الممكن نكتب فيها هذا المرجع. يعني لو بدنا ناخد معلومات او تكست من هذه المقالة، كيف عملية التوثيق وكيف نكتبها في قائمة المراجع؟ في اكثر من ستايل، في مثلا EPA بنعلم عليه وبنعمل له كوبي وبننسخه حسب النظام اللي عندنا وفي انظمة اخرى ايضا. ايضا في موضوع الاقتباس في تحت عبارة عن برامج الكترونية لادارة عملية الاقتباس، في مثلا برنامج اند نوت وحنحكي عنه ان شاء الله خلال هذه السلسلة. هذا عبارة عن سوفت وير بيستخدم لإدارة عملية المراجع وعملية الاقتباس وترتيبها. مباشرة لو ضغطت على الاند نوت بينسخ هذا المرجع تبعنا وبينقل عنا في مكتبتنا اللي احنا عاملينها في الاند نوت، بحيث انه بيكون طبعا الاند نوت مربوط بالوورد مثلا لو بنشتغل على الوورد، وبتتم عملية التوثيق والاقتباس مباشرة وبكل سهولة، واي تغيير بصير في ملف الوورد مباشرة بصير في ملف الاصلي تبع الاند نوت. وفي برامج طبعا اخرى غير الاند نوت. اللي جنبه تم اقتباسها عدد 72 مثلا هذا البحث، اللي هو يعني
كم ورقة علمية أو بحث علمي اقتبس من هذه الورقة العلمية. هذه الورقة العلمية بتحكي عن أسباب وتوزيع معدلات النيترات العالية في المياه الجوفية في قطاع غزة، الأسباب ووين موجودة هذه المعدلات. هذا طبعا بحث تم اقتباسه 72 مرة. طبعا كل ما البحث تم اقتباسه عدد أكبر من المرات هذا بيعطي ثقة وموثوقية أكثر لهذا البحث. الآن هذا 72 مرة تم اقتباسه، لو ضغطنا عليهم بيفتح لنا صفحة في بكل الأبحاث والمراجع والأوراق العلمية والدوكيومنتس وممكن الكتب اللي اقتبست من البحث اللي تو ذكرناه، 72 بحث. الآن هذا بيعطينا برضو مجال إنه نتعرف أكثر على أبحاث مرتبطة بالبحث اللي عمالنا بنشتغل عليه. الآن حتى لو بدي أنا أعمل عملية بحث في داخل ال 72 بحث هذولا، بضغط هنا بحث في المقالات الاستشهادية اللي أنا بدي إياها وبكتب الكلمات المفتاحية اللي أنا بدي إياها، وبالتالي بقدر أبحث عن كلمات معينة في داخل هذه الكاتيجوري اللي هي 72 بحث اللي اقتبست أو أخذت من البحث اللي كنا عمالنا شغالين عليه. الآن برضو في أيقونة جنبها اسمها مقالات ذات صلة related articles، نضغط عليها بيفتح لنا أيضا مقالات. هنا فتح لنا 101 مقال أو ورقة علمية أو بحث مرتبطين كتير بهذا الموضوع اللي كنا فتحينه هنا. الإصدارات يعني البحث هذا ورد في 12 مكان، ممكن يكون في موقع المجلة نفسه، في موقع آخر، في موقع جامعة مثلا، في دار نشر أخرى، في موقع مؤتمر. الآن هذه الـ 12 نتيجة هي عبارة عن نفس البحث هذا ولكنه في أكثر من قاعدة بيانات أو أكثر من موقع أو أكثر من جهة نشرت هذا البحث. طبعا تحت البحث تحت العنوان في بعض المعلومات البسيطة، هذا موجود في الإلسفير، هذا هو الأوثر تبعه أو الأوثرز الباحثين، هذه هي المجلة اللي المجلة العلمية اللي نشر فيها هذا الموضوع، وهذه هي سنة النشر. طبعا إذا كان متاح عبر الإنترنت الدوكيومنت كامل إنه ينزل في قباله PDF، بنضغط على PDF موجود في الريسيرش جيت، تحمل مباشرة هذه الورقة العلمية وهذا البحث، تحمل مباشرة وبإمكاننا إنه مباشرة نعمل له عملية سيف ونضعه في فولدرز حسب ما نحدده، وهذا بيساعدنا في عملية الرجوع إلى هذه الورقة العلمية بالكامل وقتش بدنا وقراءتها في الوقت اللي إحنا بدنا إياه والاقتباس منها والرجوع إليها في أي وقت، وبالتالي يعني بيكون عندنا إحنا قاعدة بيانات جيدة والدوكيومنتس بتكون موجودة بالكامل. طبعا يعني يمكن هذه في عجالة بعض المعلومات الأساسية عن الجوجل سكولر. في بعض الأمور الثانية ممكن باحث يعمل ملف شخصي له يضع فيه الأبحاث أو الأوراق العلمية اللي هو بعملها وبعملها أبلود. أيضا مكتبتي زي ما حكينا ممكن أنه نعمل مكتبة إلنا، مكتبة إلكترونية، كل بحث عجبنا أو شعرين إحنا أنه مفيد لشغلنا أو حيفيدنا مستقبلا بنضغط بس عليه من هنا سيف ومباشرة بيروح على المكتبة، وعملية المكتبة بتكون عملية بنظمها حسب الفولدرز وحسب العنوان، يعني عملية تنظيم للمكتبة. طبعا الأيقونات الموجودة هنا التاريخ، احنا الآن بحثنا فقط عن كلمة جراوند ووتر وغازا مثلا، أنا بدي إياه فقط في 2019، المعلومات أو العدد قل كتير لأنه أنا بحكي بس في 2019، كل ما نشر في 2019 تمام، منذ 2018 بكون 2018 و 2019 نطاق مخصص من سنة إلى الآن، بدي نصنفه حسب الصلة يعني قديش هو ريليتد للبحث تبعنا، ببدالنا إياه هو حسب الجوريثمز معينة حسب درجة القرب من الموضوع أو الكيوردز اللي احنا قاعدين بنشتغل عليها. ممكن أحيانا أصنف حسب التاريخ، إذا بدي إياه يكون مثلا بدي إياه من 2015 ل 2019 طلع عندي 2850 بحث، أنا بدي أعملهم عملية تصنيف حسب التاريخ، ببدالي من تاريخ معين حتى تواريخ أخرى، أيوة يعني يتحمل قبل 32 يوم لسه، اللي بعده قبل 63 يوم، 103 يوم، الأحدث إلى الأقدم. الآن بقدر برضو أعمل تنبيه،
انشئ تنبيه بحيث انه اذا ضغطت عليه ودخلت الكلمات المفتاحيه وهذه المواضيع بصير الجوجل يبعث على ايميلي الموجود عنده تنويهات واشعارات ب انه نشر بحث جديد، وعشان يخلي الباحث دائما ابديت بكل ما هو جديد. هذا طبعا برضه من الركن تبع الصفحه على اليمين اذا كان الاعدادات بالعربي، وعلى اليسار اذا كانت الاعدادات باللغه الانجليزيه. بنفتح على بعضه يعني ملفات شخصيه، الملف الشخصي للباحث، المكتبه تبعته، الاشعارات، المقاييس، بيعمل عمليه معرفه لقديش ابحاث وما الى ذلك. في البحث المتقدم زي ما ذكرنا بنحكي اي كلمه احنا بدنا اياها. ممكن ايضا خلينا نجرب تجربه ثانيه، مثلا بدنا نحكي بدي ادور على كلمه construction management، construction management فريز كامل حطه هنا بين قوسين، واذا ما رحتش انا على الادفانس سيرش ممكن هنا اكتبه بين كوتيشن يعني، فبيبحث على الكلمتين مع بعض. تمام. طيب انا بدي ادور على construction management، طلعت موجوده في كذا عدد كبير من المواضيع. خلينا نعمل عمليه تقييد اكثر، انا بدي اياه في عنوان المقاله بس construction management، كان هنا 1080 مقال، لما خليت في العنوان طلع فقط 524. طيب خلينا نبحث ونعمل تقييد اكثر، انا بدي على الاقل construction management في غزه وفي فلسطين، بكل تاكيد العدد حيقل كثير من 524 لبحث واحد فقط. تمام. طيب الان لو حكينا انه انا بدي في باحث معين، ما بدي ابحث عن construction management، انا في باحث معين بدي ابحث عنه، عن اسمه مثلا الاغا، طلع عندي 28 بحث موجودين فيهم الاغا. تمام. الباحث فيهم الاغا، طبعا ممكن يكونوا اكثر من واحد لانه هذا بيحكي في اسم العائله. الان لو حكينا مثلا جراوند ووتر والاغا، بيطلع عندي برضه باحثين وما الى ذلك. تمام. الان باختصار المحرك البحث الجوجل سكولر هو عباره عن اداه مساعده كثير مفيده وكثير يعني فعاله للباحثين للحصول على معلومات والحصول او معرفه الاوراق العلميه والابحاث المرتبطه بالكلمات المفتاحيه اللي هم بدهم يشتغلوا عليها، وبتساعدهم كثير في عمليه توجيه بحثهم، بتطلعهم على ابحاث ودراسات مرتبطه ببحثهم هم ممكن ما يكونوش عارفينها عن طريق الاقتباسات او المقالات ذات الصله، بتساعدهم في عمليه السيتيشن او عمليه التوثيق للملفات او المعلومات اللي هم بدهم اياها، مرتبط ب السيتيشن مانجرز زي مثلا الاند نوت زي ما حكينا، بعض البرامج اللي بتساعد الباحث في عمليه ترتيب وتنسيق وتنظيم قوائم المراجع اللي عنده. عمليه الجوجل سكولر فيها اوبشنز كثيره فيما يتعلق ب سنه النشر، فيما يتعلق ب الكلمات المفتاحيه، ممكن احط اكثر من كلمه مفتاحيه يعني. يمكن هذا باختصار اهم النقاط في جوجل سكولر، هذا المحرك البحث اللي بتمنى انه كل الباحثين يستخدموا ويستفيدوا منه، لانه اداه فعاله افضل كثير من الجوجل العادي. بتمنى يكون هذا الشرح المبسط يضع يعني يضعكم جميعا على مقدمة الطريق، وكل باحث بيقدر انه يتعلم اكثر ويستفيد اكثر. فقط احنا حكينا في الاساسيات. بارك الله فيكم واتمنى التوفيق للجميع.